السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم الكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الحمى المنطية اللي هي بنسميها البروسيلا. المرض ده أساسا عادة منتشر في أهل الريف، لكن برضك بيجي في أهل المدن. المرض ده أساسا بينتقل من الحيوانات المصابة للإنسان، نادرا ما ينتقل من إنسان لإنسان. المرض ده بيصيب الماشية، الخراف، الماعز، الجمال، الخنازير، الكلاب. المرض ده أساسا زي ما اتفقنا بينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر، عن طريق مثلا شرب ألبان غير مبسترة أو غير مغلية، أو أكل لحوم غير مطهية طهو جيد من حيوانات مصابة. طبعا المرض ده أساسا بيصيب الإنسان على هيئة أعراض تشبه الانفلونزا، يعني تكسير في الجسم، ارتفاع درجة حرارة، خمول. مع الأسف لا يوجد لقاح بشري للمرض ده. المرض ده أساسا زي ما اتفقنا بيجي من الحيوانات، والحيوانات عادة ما بيظهرش عليها المرض بسهولة، ولكن المرض ليه لقاح في الحيوانات فقط لا غير، وفي بعض الدول المتقدمة نجحت في التخلص من المرض نهائيا في حيوانات. طيب بالنسبة للمرض ده مرض بكتيري اسمه البروسيلا، وده عادة زي ما اتفقنا بيصيب الناس اللي بتتعامل مع الحيوانات. بينتقل زي ما قلنا من الحيوان المصاب إلى الإنسان. إيه هي مسميات المرض؟ مسميات المرض بروسيلا، الحمى الملطية، الحمى الرجعة، الحمى المتموجة لأنها بتيجي في تموجات. الأنواع بتاعته حوالي 8 أنواع، لكن المعروف والمشهور اللي هي الحمى الملطية اللي بتصيب الخراف اللي اسمها ميليتنسز، ودي بتبقى بتأثر على جسم الإنسان جامد. وفي حمى تانية اسمها أبورتس، دي بتصيب الماشية عادة. وفي نوع اسمه سويس اللي هو بيصيب الخنازير. وفي نوع تاني من البكتيريا اسمها كانز اللي هي بتصيب الكلاب. طيب بالنسبة للمرض ده زي ما اتفقنا بينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان عن طريق شرب الحليب اللي هو غير مبستر أو الغير مغلي، أو تناول اللحوم اللي هي غير مطهية طهو جيد، وخصوصا اللي هي بنقول عليها مثلا زي الكبدة، زي الطحال. الحاجات دي بتبقى متشوحة فقط على النار على خفيف، فما بتكونش واخدة كفايتها من التطهير والطهو. طبعا ممكن ينتقل المرض برضك عن طريق الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة وإفرازاتها، زي أنا مثلا مربي مثلا حيوانات في حظيرة، فأنا بحتك بإيديا مثلا، افرض الحيوان ده بيولد، افرض الحيوان ده أساسا أنا بلمس جسمه. كل الحاجات دي لو أنا الجلد بتاعي في خدوش ممكن ينتقل المرض ليا. وكذلك المرض ده ممكن يجي عن طريق التنفس، وخصوصا الناس اللي هي أساسا بتشتغل في حظائر أو في اسطبلات، كل الحاجات دي، أو في الجزارة في المذبح، الناس دي معرضة برضك إن هي تصاب بالمرض. طيب نادرا ما ينتقل من انسان لانسان، حالات نادره جدا، وهي مثلا في بعض الاحيان من الام للجنين عن طريق المشاميه او عن طريق الاتصال الجنسي، او في بعض الاحوال النادره جدا لو احنا نقلنا دم او نقلنا نخاع من شخص لاخر. طيب بالنسبه لفتره الحضانه، فتره الحضانه بتمتد من حوالي 5 أيام أو في أسبوع لشهرين أو لعدة أشهر كمان في بعض الأحيان. طيب إحنا إيه هي الفئات اللي هي معرضة للمرض؟ الأطباء البيطريين، أهل الريف الفلاحين اللي بيربوا ماشية، الناس اللي بيشتغلوا في المذبح، الجزارين، الصيادين، الناس اللي هي أساسا بيقدموا خدمات بيطرية سواء كانوا فنيين أو أطباء، كل دول معرضين اكتر للمرض. طب ايه هي الاعراض؟ ارتفاع في درجة الحرارة، وعرق، يحس المريض بقشعريرة، يحس ان هو شهيته ضعيفة، عنده صداع، الم في العضلات والمفاصل، العيان حاسس ان هو عنده خمول
في جسمه. طيب ايه هي المضاعفات؟ المضاعفات بيحصل التهاب في المفاصل، التهاب في بعض الاحيان في الخصيتين، التهاب في بعض الاحيان في الطحال او في الكبد، في بعض الاحيان الموضوع بيصل الى المخ وبيحصل فيه التهابات في المخ. طب احنا ازاي نكتشف هذا المرض؟ المرض ده اساسا انا باخد التاريخ المرضي، اعرف اذا كان المريض ده معرض من ضمن الفئات المعرضة للحيوانات ولا لا، وفي نفس الوقت بعمل له تحليل في المختبر اللي هو تيوب اجلوتينيشن تيست، او في بعض الاحيان باخد اعمل مزرعه من النخاع العظمي بتاعه عشان اكتشف اذا كان عنده المرض ولا لا. طبعا بالنسبه للعلاج احنا اساسا عايزين اولا نشفي المريض، ثانيا نحميه من المضاعفات، ولكن في بعض الاحيان العلاج بياخد وقت تقريبا حوالي شهر ونص، وفي بعض الاحوال بياخد اكتر من كده. احنا بندي المريض ده مضادات حيويه، عاده بنديله ريفامبيسين، بياخد حوالي كبسوله 600 ملغ كل يوم، وبعض الاحيان بنضيف عليها دوكسيمايسين. بنستمر على العلاج ده على الاقل شهر ونص، الدوكسيمايسين مع ريفامبيسين. في بعض الاحيان لما بيصيب اجزاء تانية من من الجسم مخصصه زي العظام، زي الغشاء المغطي لبطانه القلب، كل الحاجات دي، او المخ، كل الحاجات دي بيبقى ليها علاجات معينه على حسب المكان اللي فيه المرض. طب بالنسبه للوقايه، للاسف مفيش لقاح بشري، اللقاحات اللي موجوده فقط للحيوانات. طيب انا احمي نفسي ازاي؟ لازم بالنسبه للحوم اعمل طهو جيد للحوم، عاده فوق ال 65 درجه لمده من نص ساعه لساعه، وما فيش حاجه اسمها ان انا اشوح لحمه على خفيف على النار، ده كده غلط، كده انا معرض للامراض. كمان بالنسبه للالبان ما فيش حاجه اسمها ان انا اشرب اللبن طازج بدون ما يكون مغلي او بيكون بدون ما اتبستر، كل الكلام ده مش صح. كذلك الجبنه القريش، لان الجبنه القريش مشكلتها ان هي اللي بتنقل المرض، لان طبعا التصنيع بتاعها ما بيبقاش عاده ممكن من لبن معقم. طيب بالنسبه لغسيل الايدي، ده حجر الزاويه، لازم اغسل ايديا باستمرار خصوصا بعد التعامل مع الحيوانات، ويفضل طبعا ان انا البس جوانتي علشان جوانتي مطاطي، بحيث ان انا احمي نفسي، والبس حتى نظاره او ملابس واقيه على اساس ان انا ما تعديش من الحيوانات، واذا كان عندي جرح او حاجه لازم اغطيه عشان طبعا زي ما اتفقنا ده بيجي كمان عن طريق الملامسه. طيب البكتيريا دي بتقعد في خارج الجسم قد ايه؟ يعني هل انا ممكن اخش مكان الاقي فيه بكتيريا او حظيره او في مكان فيه ذبحه او كده؟ اه، ده الميكروب ده بيقعد فترات طويله في البيئه بتصل الى حوالي شهرين او اكتر. طيب بالنسبه زي ما اتفقنا ان طهو اللحوم عاده فوق درجه 65 درجه لمده من نص ساعه لساعه عشان ابقى انا مطمئن ان اللحمه دي ما فيهاش المرض. طبعا ممنوع استخدام اللبن او شربه بدون غلي او بدون بسطر. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتم تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.